التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ إياد، إلى أي مدى ترى بأن عزوف العراقيين على الاقتراع هو بسبب فشل الحكومة بتحقيق السلام والأمن؟ بداية تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. أعتقد أن المقاطعة الشعبية الواسعة التي أقدم عليها الشعب العراقي في انتخابات 12 مايو الماضية أظهرت وكشفت الكثير من الحقائق التي كانت يتم التستر عليها من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الثلاثة الماضية. المقاطعة الشعبية الكبيرة دفعت الكثير من الأحزاب والقوى والائتلافات إلى التزوير، والتزوير بكثافة وبشكل مفضوح جدا. التزوير طال كل شيء في هذه الانتخابات، الكل كان يريد أن يعني يحصل نفسه من خلال أكبر مجموعة من الأصوات، بالتالي كان هناك عمليات تزوير كبيرة وكبيرة جدا. دليل ذلك على ليس مجرد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للعديد من المراكز الانتخابية في داخل وخارج العراق وما يجري فيها من تزوير، وإنما أيضا تأخر إعلان النتائج. نحن نتكلم اليوم بعد أسبوع تقريبا من العملية الانتخابية التي جرت، والتي كان يفترض كما قيل قبل الانتخابات أن النتائج لن تتأخر وسوف تعلن خلال ساعات فقط، على اعتبار أن التصويت هذه المرة سيكون إلكترونيا. لكن نعم، ما جرى أننا إلى اليوم لم نسمع نتائج موثقة، لم نسمع المفوضية تدلي بدلوها وتحدد عدد المقاعد لكل ائتلاف ولكل تحالف ولكل حزب. كل يوم يعلن عن وجود مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة النهائية، ولكن يتم تأجيل هذا المؤتمر إلى وقت آخر أو إلى إشعار آخر. بالتالي أعتقد أن الجميع مأزوم، الجميع الآن يطعن بشرعية وبنزاهة هذه الانتخابات، حتى أولئك الذين حصلوا على مراكز متقدمة كائتلاف الفتح مثلا بقيادة زعيم ميليشيا بدر هذا العامري، لا، الذي يطالب بالعدوى الفرز اليدوي لأنه يشكك بجدوى بنزاهة هذه الانتخابات، علما أن الفتح وفق ما أعلن على الأقل وفق ما سرب يعني ربما يكون ثالثا أو ثانيا في هذه الانتخابات، فلماذا يطعن بشرعية ونزاهة هذه الانتخابات؟ هناك من يرى أن العملية السياسية لا تزال تعتمد على الهوية الطائفية والعرقية، يعني إلى أي مدى برأيك رسخت الانتخابات الأخيرة هذا الطابع؟ يعني كل ما قيل أن هذه الانتخابات كانت انتخابات عابرة للطائفية، عابرة للعرقية، كل هذا كلام للتسويق الإعلامي المحلي تحديدا. من شاهد وتابع وعرف طبيعة التحالفات التي أعلن عنها قبل الانتخابات والتي دخلت إلى هذه الانتخابات الأخيرة يدرك جيدا أنها تحالفات بنيت على أساس طائفي، وإن حاولت أن تقدم نفسها على أنها تحالفات وطنية أو تحالفات عابرة لهذه المكونات العرقية والطائفية في العراق. نعم، مع سعي إيران لتوحيد جناحي المالكي والعبادي من ناحية، واجتماع مسؤولين أمريكيين مع بعض الأحزاب للمساهمة كما يبدو في تشكيل الحكومة الجديدة، برأيك هل ننتظر مواجهة أمريكية إيرانية في العراق؟ يعني هي المواجهة حاصلة حتى قبل هذه الانتخابات، حتى في انتخابات 2010 وانتخابات 2014 كانت المواجهة حاصلة، لكن ربما لطبيعة المرحلة، طبيعة المواجهة الأكبر بين أمريكا وإيران في ظل إدارة ترامب، ظهرت بقوة في العراق عقب هذه الانتخابات. السفير الأمريكي والمبعوث الأممي للعراق يتجولان في العديد من المدن العراقية ويعقدان الكثير من اللقاءات مع الزعامات العراقية السياسية، بالمقابل قاسم سليماني المتواجد في بغداد منذ عدة أيام ويعقد اتفاقيات ولقاءات مع هذا الطرف أو ذاك. أعتقد أن هذه الضوضاء الكبيرة الإعلامية ما بين أمريكا وإيران انعكست بشكل واضح وفارق على الانتخابات العراقية وما بعد الانتخابات العراقية. الكل الآن يحاول أن يشكل حكومة على الأقل تكون قادرة للمرحلة المقبلة، مرحلة المواجهة ربما إذا ما حصلت مواجهة طبعا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. العقوبات الأمريكية لن تجدي نفعا إذا لم تكن هناك حكومة في العراق قادرة أن تلبي هذه العقوبات وأن ترضخ لمثل هذه العقوبات التي تفرض على إيران. نحن لاحظنا عندما فرضت العقوبات على إيران حتى العام 2015 عند توقيع الاتفاق النووي كان العراق منفذ حيوي مهم وكبير جدا لإيران، للاستحواذ على الكثير من الصفقات التجارية مع دول العالم من خلال العراق، تصدير النفط الإيراني حتى من خلال العراق، وحتى بيع النفط العراقي بأسعار مخفضة لإيران
ومن ثم معاودة تصديره وتهريبه من قبل إيران في الخليج. كل هذا كان العراق بالنسبة لإيران منفذ كبير جدا. أراس حبيب أحد الأعضاء الذين فازوا في هذه الانتخابات كما يقال، فرض عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مثل ما فرض على محافظ البنك المركزي الإيراني، لأنه كان متهم بعمليات تمويل من خلال طهران، عمليات تمويل لميليشيات حزب الله وغيرها من الميليشيات المتواجدة في سوريا. بالتالي أعتقد أن الإيرانيين حريصون جدا على أن تكون هناك حكومة مقربة منهم بعد هذه الانتخابات. لا. بالمقابل أيضا الولايات المتحدة تريد حكومة يمكن أن ترضخ بالعقوبات الأمريكية وتفرض فعلا عقوبات على إيران وترضخ لهذه العقوبات بحيث تكون سدا منيعا أمام إيران وتجارتها الخارجية. أستاذ إياد، هناك من يرى أن محاولات إلغاء وتعطيل نتائج الانتخابات ستدخل العراق بحالة من عدم الاستقرار، هل تعتقد أن مواجهة محتملة يمكن أيضا أن تقع بين فرقاء العملية السياسية؟ يعني أنا أعتقد فرقاء العملية السياسية لولا أن هناك رعاة لهذه العملية السياسية سواء من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هؤلاء الفرقاء بينهم ما صنع الحداد. الكثير من هؤلاء الذين دخلوا العملية السياسية وجاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية بعد العام 2003 يعني لديهم خصومات وثأرات فيما بينهم البعض. بالتالي لولا هؤلاء الرعاة الدوليون الإقليميون إيران أمريكا وغيرها من الأطراف، فإننا سنشهد مواجهة، كنا قد شهدنا مواجهة كبيرة وواسعة جدا بين هذه الأطراف، خاصة أن كل هذه الأطراف مسلحة ولديها ميليشيات ولديها أذرع عسكرية. أعتقد أن الرعاة هم من يعني هدأوا الأوضاع في العراق بين هذه الأطراف المتنازعة على السلطة في عراق ما بعد 2003، وإلا لكنا قد شهدنا فعلا مواجهات. وبالمناسبة نحن نشهد بين وقت وآخر مواجهات وعمليات اغتيال متبادلة بين هذا الطرف وذاك، ولكن وجود الرعاة كما قلت هو الذي يمنع وجود مواجهة أعمق وأشمل وأوسع. نعم الأستاذ إياد الدريمي الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.